وصل أيها الحفظ الكريم هنا مشاهدينا الكرام، أصواتنا مستمرة، تحدياتنا دائما متجددة في هذا الميدان، ميدان الخزنة، مع تبنياتنا لكافة الشعارات بالتوفيق والسداد والنجاح. صوتنا 15 والخاص بالإبكار المحليات الأصايل، على البركة نسير، ننطلق مع المركز الأول، نتابع التقدم في هذا المسار، ننطلق مع بداية هذا المسار الجميل والمتميز دائما، على البداية، على المقدمة، على المركز الأول. هنا مشاهدينا الكرام نتابع التقدم، نتابع الصراع، نتابع هنا مشاهدينا الكرام بداية الأسماء، تتقدم السائحة، سلطان بن جمعة بن كلثم الخيل ينطلق هنا مشاهدينا الكرام، بينما ثاني المراكز نتابع القدوم، نتابع الوصول. هنا مشاهدينا الكرام الحضور من شعار يتقدم العرياني، عما خان التعبير. هنا مشاهدينا الكرام سلطان بن محمد بن سلطان العرياني ينطلق مع البداية هلولة، يسير مع المركز الأول، ثاني المراكز تتقدم السائحة، ثالث المراكز. هنا مشاهدينا الكرام مرحبا بأمثال، مرحبا بك يا أبو علي، راشد بن علي بن نويصر المنصوري ينطلق على ثالث المراكز، تابع الأسماء القادمة، تابع الشعارات الحاضرة بالإبداع وبالانطلاق المميز دائما والمنطلق. هنا مشاهدينا الكرام نتابع الأسماء القادمة، نتابع الشعارات الحاضرة بإبداعها المنطلقة. هنا مشاهدينا الكرام على رابع المراكز، هنا مشاهدينا الكرام نتابع التقدم، نتابع الإبداع. هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا مشاهدينا الأعزاء، نتابع التقدم على رابع المراكز، تتقدم طلب علي بن عبيد الراشدي ينطلق على رابع المراكز، خامسا براشد ينطلق وشعاره الكبير بشعاره المثير. هنا مشاهدينا الكرام يتقدم مع شواهين، نعود مع المركز الأول، نعود مع الإبداع، نعود مع الانطلاق، نعود هنا مع المركز الأول، نتابع التقدم، نتابع. هنا مشاهدينا الكرام العرياني هو المتصدر، ولكن حدث تغيير من السائحة، من السائحة هي المتقدمة، هي المتصدرة نحو زمام الأمور، على البداية، على المقدمة، على المركز الأول. سلطان بن جمعة بن كلثم الخيلي ينطلقون، أهالي سيح صبرة، أهالي صفوة الميادين، على البداية، على المقدمة، على المركز الأول. يا هي أسماء كبيرة، يا هي أسماء خطيرة، لم يحن موعد دخولها حتى هذه اللحظات، حتى هذه اللحظات. الناموس وين؟ الناموس وين؟ ولكن من القادم هذا هو الراشدي، هذا هو الراشدي، يتقدم الراشدي. هنا مشاهدينا الكرام مع طرب، مع طرب ينطلق هنا مشاهدينا الكرام على ثالث المراكز، ولكن المحرم من الجانب الآخر يتقدم مع وصية، ياسر بن حمد بن سبعين المحرمية على ثالث المراكز، بن عنتر قادم هنا وشعاره الكبير، يتقدم مع دانا خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشية، شعارات قادمة.
عظيمة، تحديات واصلة بإبداعها بتحدياتها بانطلاقاتها المميزة. دائما نعود مع السائحة، نعود مع السائحة، هي المنطلقة، هي المتقدمة، هي المتصدرة على زمام الأمور. هنا مشاهدينا الكرام على بداية المسار، سلطان بن جمعة هنا بن كلثم الأخيلية ينطلق على البداية هلولة، يسير مع المركز الأول، ولكن المحرمي مع وصية، المحرمي مع وصية، ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي ينطلق مع البداية، ينطلق مع المركز الأول بهذا الأداء بهذا الشكل. هنا مشاهدينا الكرام مع البداية هلولة، مع الصدارة هلولة، تخترق الصفوف لتكون بمركز البداية هلولة بصدارة هذا التحدي والإثارة. روح يا راعي وصية، روح روح يا راعي وصية، روح يا مال يقدم لنا هذه الشعارات، ولكن السائحة حاضرة، ولكن جولة الأوامر الخطيرة، جولة الأوامر المثيرة، جولة الأوامر. هنا مشاهدينا الكرام البداية مع السائحة، ولكن وصية راحت، وصية راحت، انطلقت مع البداية هلولة. ركز المحرمية، روح مع الإبداع. بن كلثم يحاول، ما زالت محاولاته هنا مشاهدينا الكرام مستمرة، ما زالت محاولاته مستمرة. حرك 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 الناموس، وين الناموس؟ وين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طارن الإقذاع، طارن الإقذاع، مع الإبداع، مع الانطلاق، مع وصية، وصية 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 هي من تكون وصية هذا الشوط. سلامي عليك المحرمية ياسر بن حمد المحرمية. ثاني مراكز السائحة، هنا مشاهدينا الكرام سلطان بن جمعة من كلثم الأخيلية، ثالث المراكز التي حضرت هنا بهذا الإبداع وبهذا الانطلاق. ثالث المراكز هنا مشاهدينا الكرام لحامل رقم 16 نعم بالفعل، هذه هي ندى سيف بن خليفة بن عبيد الخيلي. التوقيت الزمني 6 دقائق 51 ثانية بالوفاء والتمامية والكمال.